أطلقت مجموعات شبابية فلسطينية أسبوع الاقتصاد الوطني الذي يدعو إلى التسوق من المصالح الفلسطينية المحلية والصغيرة واستهلاك المنتجات الوطنية، في خطوة تهدف إلى توطيد التكافل الاجتماعي وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني في القدس وداخل الخط الأخضر. إعادة ترتيب للمشهد الاقتصادي الفلسطيني تسعى إليها مبادرة أسبوع الاقتصاد الوطني الذي يشارك فيه عزام كغيره من التجار هنا في القدس. فالاحتلال يشدد طوقه على أهالي المدينة المحتلة، والحاجة باتت ملحة لدعم المصالح المحلية. هلا الناس تعودوا والتزموا انهم يشتروا من هون من الاسواق العربيه، بطلوا من ناحيه نفسيه بطلوا يحبوا يروحوا على المولات الاسرائيليه بالمره، وهذا الاشي يعني انا بعرف ناس بالمولات الاسرائيليه بيحكوا لي انه كثير تاثر شغلنا. هذه المحال الملتزمه باسبوع الاقتصاد الوطني تعاني اليوم من تبعات اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته التي تقتل الحركه التجاريه، فضلا عن دعوات عنصرية متشددة لمقاطعة الأسواق العربية ومداهمات بلدية الاحتلال التعسفية. قامت المؤسسات الإسرائيلية بالمداهمات على المحلات التجارية خاصة البلدة القديمة، وقامت بخلق ذرائع وهمية من أجل مصادرة بضائع ومخالفة محلات ومخالفة التجار لحجج واهية. في ظل الظروف الخانقة هذه يعول كثيرون على نتائج أسبوع الاقتصاد الوطني كونه يمثل فرصة للعمل الفلسطيني المشترك من النهر إلى البحر، فرصة يمكن أن تؤسس لاقتصاد قوي وخط سياسي موحد. تدعيم الاقتصاد الوطني ليس إلا خطوة من حراك شعبي فاعل ومستمر، يقولون هنا إنه يواجه سياسات إسرائيل العنصرية وينمي الوعي بأهمية تعزيز الاقتصاد المحلي الفلسطيني. أمير خطيب التلفزيون العربي القدس المحتلة. ومن رام الله معنا محمود نواجعة وهو منسق عام اللجنة الوطنية للمقاطعة. أهلا وسهلا بك معنا سيد محمود. إذا انطلق أسبوع الاقتصاد الوطني في فلسطين لدعم تجار القدس وكافة الأراضي الفلسطينية، ما هي أبرز ركائز حملة هذا العام علما أنها تأتي في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير؟ مساء الخير. هي بالتأكيد هذا الأسبوع يأتي استمرارا لمقاومتنا الشعبية وأيضا استكمالا للهبة الجماهيرية الشعبية التي بدأت سابقا، وبالتالي هو استمرار لكل هذا النضال الوطني في فلسطين من بحرها إلى نهرها. أسبوع الاقتصاد الوطني مبادرة أطلقت من مجموعات شبابية من الداخل، استجابت لها القدس والضفة وأيضا قطاع غزة، وبالتالي هي أصبحت تتعامل وأصبحنا نتعامل مع شعبنا من خلال هذا الأسبوع كوحدة واحدة نستنهض كل طاقاتنا وقدراتنا. الهدف منها هو الدفع باتجاه الاقتصاد الوطني الفلسطيني، بالذات المشاريع الصغيرة، الفلاحين، المزارعين، صغار التجار، والهدف منها هو انخراط كافة القطاعات الفلسطينية اتجاه عمل واحد وموحد. من جهة هناك مقاطعة لمنتجات الاحتلال، ومن جهة أخرى هناك دعم للاقتصاد الوطني وللمنتجين، بالذات المنتجين الصغار والفلاحين والمزارعين طيب وغيره. ولكن محمود، بالأساس هو هذا الأسبوع يأتي كجزء من أنشطة الفلسطينية العامة لتوحد شعبنا في كل مكان. هل ما يتوفر من منتجات داخلية يسد الحاجة، يعني يسمح بالاستغناء عن المنتجات الإسرائيلية؟ هو حسب أين. في الضفة الغربية تشمل القدس وقطاع غزة، ولكن بخصوصية معينة بالقدس هناك بدائل عن كافة منتجات الاحتلال. نحن نتحدث عن البدائل الاستهلاكية على المستوى الشعبي. نحن نستورد من الاحتلال ما قيمته 2 مليار دولار سنويا، 55% من مجمل استهلاكنا، وهذا يعني لدينا الكثير من البدائل سواء كانت بدائل فلسطينية أو عربية أو حتى أجنبية. البدائل الأقل في أراضي 48، ولكن هناك في إمكانيات المقاطعة وهناك في إمكانيات التوجه للمنتج الفلسطيني. هناك أيضا شركات فلسطينية في الداخل يمكن التوجه للشراء منها، والمتاجر العربية أيضا. بالتالي في هناك سياقات معينة وتفاصيل معينة لها علاقة بالمكان نفسه، وحتى في قطاع غزة هناك عدم تواجد لكافة المنتجات بسبب الحصار، وبالتالي نحن نتحدث عن المنتجات البديلة المتوفرة أمام شعبنا الفلسطيني، وهي تختلف من مكان إلى آخر. وأنتم في حملة مقاطعة إسرائيل تقومون
بجولات على المحال التجارية، تقومون بتوعية التجار وتشجيعهم يعني على أيضا العمل بدورهم لتشجيع الزبائن على مقاطعة البضائع الإسرائيلية. كيف تصفون التجاوب معكم وتأثيره أيضا؟ التجاوب غير مسبوق بصراحة. هناك تأثير كبير جدا للحالة العامة باتجاه المقاطعة. هناك عزوف على المستوى الشعبي من شراء منتجات الاحتلال. نرى منتجات الاحتلال لا زالت متكدسة داخل السوبر ماركتات والمتاجر دون أن يشتريها أحد. هذا أثر، المقاطعة بدأت تؤثر بشكل كبير جدا. الآن جهودها لاستكمال هذا النشاط وإبقائه ضمن درجة معينة من النشاط، وأن لا يكون في هناك تراجع حتى يكون في هناك تجسيد لثقافة المقاطعة بشكل واضح. الردود إيجابية على المستوى الشعبي وأيضا إيجابية من أصحاب المتاجر، وبالتالي هناك يعني فتح لمساحات واسعة للنشطاء من أجل العمل داخل هذه المتاجر، سواء بتلصيق البوسترات أو الملصقات أو غيرها. هناك عدد من التجار قاموا بإعلان متاجرهم خالية من منتجات الاحتلال بشكل كامل. هناك بلديات أعلنت عن إعفاء التجار المخلين لمنتجات الاحتلال من الرسوم لمدة سنتين، مثل عنبتة وزواتة وأيضا قريبا بلدية بتونيا وغيرها. وبالتالي في هناك استجابة إيجابية من كافة الأطراف والقطاعات. شكرا جزيلا لك من رام الله محمود نواجعة، منسق اللجنة الوطنية للمقاطعة، المنسق العام للجنة الوطنية للمقاطعة. شباب